صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وهنبتدي النهاردة كلامنا وموضوعنا من عند منتخب مصر ومعسكره اللي بدأ في 28 أغسطس استعدادا لمواجهة كاب فيردي وبعد كده مواجهة بوتسوانا في الجولة الأولى والتانية من التصفيات الأفريقية اللي بتؤهل للكان في المغرب 2025. هتكتمل النهاردة يوم الاثنين صفوف منتخب مصر بانضمام باقي اللعيبة المحترفين لمعسكر الفريق والمقام في فندق من فنادق القاهرة، وبيشهد معسكر منتخب مصر انضمام 6 لعيبة محترفين اكيد على راسهم محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب الفراعنه، ومحمود تريزيجيه لاعب ريان القطري، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وعمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الالماني، ومحمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي، واحمد حجازي لاعب نيوم السعودي. امبارح شهد تمرين منتخب مصر بقياده كابتن حسام حسن مشاركه جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، وهم محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ورامي ربيعة، وأحمد رمضان بكم، وخالد صبحي، ومحمد هاني، ومحمد حمدي شرف، ومحمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، وإمام عاشور، وناصر ماهر، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي، وإبراهيم عادل، ومحمد الشامي، وأسامة فيصل. وبينتظم باقي اللعيبة المحترفين في المعسكر خلال ساعات، وهم حجازي، محمد عبد المنعم، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، وعمر مرموش. كمان أعلنت شركة تذكرتي والمسؤولة عن حجز تذاكر مباريات منتخب مصر ومباريات المسابقات المحلية عن فتح باب حجز التذاكر الخاصة بمباراة مصر وكاب فيردي في الجولة الافتتاحية من التصفيات اللي بتؤهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 25 في المغرب. وجت أسعار التذاكر كالتالي: الدرجة الثالثة 75 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الأولى 150 جنيه، والدرجة المميزة 300 جنيه. عايزة أقول كمان إن وصلت بعثة منتخب كاب فيردي للقاهرة يوم الأحد صباحا امبارح. أكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا منتخب مصر وللجيل الحالي من اللعيبة اللي أنا شايفة إن هم يعني توليفة مناسبة جدا من مختلف الأعمار السنية، يعني متواجد أكتر من لاعب عنده 22 و23 سنة زي محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، مصطفى شوبير، إبراهيم عادل، بجانب كمان لعيبة من 25 ل27 سنة زي إمام عاشور، ناصر ماهر، بيكهام، ومحمد عبد المنعم، ومروان عطية، وعمر مرموش، وطبعا لعيبة الخبرة والأعمار هم مناسبة جدا للمرحلة الحالية زي زيزو، تريزيجيه، محمد النني، أحمد حجازي، وطبعا أكيد محمد صلاح. يعني توليفة مناسبة أكيد في 2026 هيكون معدل الأعمار مناسب جدا للجيل الحالي إن هو يخوض غمار التحديات الكبيرة جدا والصعبة جدا اللي أكيد هتكون مستنية الكرة المصرية، واللي برضو أكيد عندنا طموحات كبيرة جدا مش بس إن احنا نتأهل للمونديال، ولكن طبعا ان احنا نظهر بشكل كويس قوي في كاس العالم. احنا اكيد مش اقل من منتخبات افريقيه سجلت حضور مشرف عبر التاريخ في كاس العالم، زي مثلا نيجيريا في 94، السنغال في 2002، غانا في 2010، واخيرا طبعا المنتخب المغربي في كاس العالم الاخير. واحنا برضو عندنا اسكواد مناسب جدا ان هو يوصل بينا لبعيد في المرحله الحاليه، زي كتيبه المحترفين واللي ماشيين بشكل مميز جدا الفتره الاخيره، وطبعا على راسهم نجمنا المصري محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، كلهم سجلوا مع انديتهم، بجانب كمان طبعا حمدي فتحي وتريزيجيه وحجازي والنني والوافد الجديد لاوروبا محمد عبد المنعم. اكيد كل التوفيق بنتمناه للفراعنه قصاد منتخب كاب فيردي، واكيد هيكون لينا متابعه ومستمره لحد ميعاد المباراه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله.